يا غادي ناخذوها من وجده. لاله نجيه صباح الخير. صباح النور، كي دايره حبيبه ديالي؟ الله يبارك فيك، كيف بقيتي؟ كصبحتي لاباس؟ اللهم لك الحمد، الله يخطيك، مرحبا بك معنا. الحمد لله ربي يخليك. اذا غنشوفوا شنو تقدم لنا لاله نجيه اليوم. غادي نعطيك اليوم كيش بالطون. كيش بالطون، اييه مرحبا، تفضلي. ربي يخليك. عندي 250 غرام دقيق. 250 غرام ديال الدقيق، فورس من طبيعه الحال. ما بقاش ديال المعلقه، ما بقيتيش كديري المعلقه، تحرمتي. 250 غرام دقيق، 125 غرام زبده، 125 غرام زبده، بيضه، قبصه تاع الملح، قبصه تاع الملح، شويه تاع الماء بارد، شويه الماء بارد. صافي، هادو هما المقادير. كان هاد المقادير كامله، يعني كناخذو كنبسو الدقيق مع الزبده. الزبده بعدا ما كندوبوها ما والو. اييه نعم، ودابا راسها كدوب راسها. اييه كدوب راسها. من بعد كنضيفو بيضه. نعم. وكنجمعو العجينه. ونضيفو شويه تاع الماء غير باش كتجمع لينا. نعم. وكنعملوها في الثلاجه واحد ربع ساعه قبل ما كنستعملوها. نخليوها ربع ساعه. نمشيو للحشوه، كناخذ واحد البصله. حشوه ناخذ فيها بصله وفلفله. فلفله كنقطعهم صغار، قطع صغار. كنشحروا بشويه تاع الزيت. وكنديروا التوابل الملحه، شويه تاع البزار، ملحه بزار. كمون، كمون، شويه تاع الخرقوم، شويه ديال الخرقوم. صافي، كنشحرها مزيان حتى كطيح. من بعد كنضيفو لها الطون. والزيت. الطون ديال الزيت ولا مطيشة؟ لا، الطون تاع الزيت. زيت. والزيتون خضر مقطع. زيتون خضر مقطع. صافي، حنا طفينا عليها وزدنا لها الطون والزيتون الخضر ونخليو كاع الجنب. صافي، كنحركوها ونخليهم. كناخدو الخلاط الكهربائي. نعم. كنديرو فيه جوج بيضات. جوج فرماجات. جوج بيضات، جوج فرماجات. فرماجات من 30 مع نص كاس حليب. نص كاس حليب. شويه تاع المليحه. شويه الملحه. كنخلطو مزيان. يعني كنخلطو هاد المقادير. نمشيو للعجينه، كنسرحو اما بغينا لاله دنيا نديروها في ليمون، ليمون صغار، اما في المول كبير. انا هدرتهم في ليمون صغار. وكاين المول ديال بطبيعه الحال ديال لاكيش كيكونوا كيتباعوا. كنسرحو العجينه، كنقطعو على شكل دوائر. كنعملو في ليمون صغار. وكندهنهم بالزبده وكنثقبهم بالفرشات باش ما كيتنفخوش. وكنديرو فوقهم الحشوه اللي وجدنا. فوق الحشوه كنكبو داك الخليط الحليب والبيض والفرماج. وكندخلهم الفران على نار متوسطه وكيطيبونا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله فاطمه، لاله نجيه عفوا، شكرا.